السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير معاكم ريهام السمان فيديو النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم شوربة الكريمة بالفراخ بطريقة سهلة وبسيطة وهتطلع معاكي احلى من بره ان شاء الله تابعيني لاخر الفيديو ويلا نشوف هنعمل ايه هنا معايا صدور فراخ غسلها كويس جدا بالمية والخل وبقطعها مكعبات صغيرة بالمنظر ده بتعملي الكميه اللي تحبيها ممكن تقللي او تكتري عن كده انا هنا عامله صدرين من الفراخ بقطعهم كده بكل سهوله تقطيع عشوائي تبقى مكعبات كده ما تبقاش صغيره قوي ولا كبيره قوي علشان هتبقى موجوده في الشوربه يعني هي ما تكبرش عن كده علشان ما تضايقكيش هو حجمها كده حلو قوي كده يبقى معايا الفراخ المتقطعة مكعبات ومعايا كمان بصلتين كبار مفرومين ومعايا لبن ده حوالي لتر لبن ودقيق وكمان معايا فلفل اسود وملح ومكعب من المرق بس كده مش هحط اي بهارات تانية والدقيق ده حوالي ست معالق دقيق على حسب الكمية اللي انا اللي انا عاملاها النهارده شحله على النار هحط مكعبين من الزبده او الزيت بس الزبده طبعا بتخلي ريحتها حلوه جدا وكمان طعم الفراخ حلو قوي اول ما بتسخن الزبده هنزل فيها الفراخ واشوحها على نار عاليه طبعا علشان ما تلحقش تنزل ميتها هفضل اشوح في الفراخ كده لحد ما تاخد معايا تشويحة حلوة واول الفراخ ما بتوصل معايا كده تكون اتشوحت هنزل على طول عليها بالبصل مش هسيب الفراخ لحد ما تنشف خالص عشان ما تبقى الشدة معانا هنزل بالبصل عليها وهشوحهم مع بعض كويس جدا لحد ما يوصلوا للمرحلة دي بدأوا يتشربوا من بعض هما الاتنين هقلب ايدي فيها على طول بعد كده هحط البهارات بتاعتي الملح والفلفل الاسود معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود مش هحط اي بهارات تانية هحط بس مكعب من المرق هي الوصفة مش محتاجه بهارات كتير وبعد كده هضيف الميه لحد ما تغطي كده الفراخ علشان الفراخ تستوي الأول وتعمل المرقه بتاعتها وأول ما بتبدأ تغلي كده هقلبها وأسيبها علي نار متوسطه لحد ما تستوي خالص ولحد ما الفراخ بتاعتي تستوي هجهز اللبن والدقيق هنا عندي ست معالق من الدقيق اول حاجه هدوبهم مع شويه لبن علشان الدقيق ما يكلكعش مننا هندوبهم في شويه لبن الاول بالمضرب كده وهنقلب كويس جدا اللبن ده حوالي لتر من اللبن بس انا هزود عليه شويه كمان علشان انا زودت الكميه تقدري تبداي بكميه بسيطه الاول كده تمام الدقيق داب كله في اللبن ما بقاش فيه كلاكيع خالص مهم جدا نقلب الدقيق الاول علشان علشان ما يكلكعش معاكي هنا هحط رشه من الملح كمان علشان كانت محتاجه شويه ملح كده خلاص الفراخ دخلت في السوا بتاعها هنزل عليها بالدقيق اللي انا دوبته في اللبن وهقلب كويس لحد ما الدقيق يستوي هتبدا تتقل معايا على طول واول ما بتبدا تتقل كده هنزل باللبن على طول وهقلب ايدي فيها على طول علشان ما تكلكعش بس خلي بالك الشوربه تقلب معاكي بشاميل يعني القوام بتاعها لازم يكون كريمي يعني لو تقلت منك ممكن تزودي لبن او ميه هنا زودت شويه لبن كمان ولو حسيتيها خفيفة ممكن تزودي معلقة أو اتنين دقيق يعني ما تقلقيش في كل الأحوال أنت هتقدري تتحكمي فيها وفي القوام بتاعها خلاص كده تمام هسيبها بس لحد ما تغلي هتاخد كده غلوة أو اتنين وهقفل عليها على طول كده بدأت تغلي معايا شايفين بدأت تتقل هو ده القوام اللي أنا عايزاه هقفل عليها النار علي طول دلوقتي خلاص ده القوام الكريمي وخلي بالك اول ما بتقفلي عليها النار هتتقل سنه كمان وممكن كمان تضيفي كريمه لباني مع اللبن بس انا شايفه اللبن حلو جدا وكمان في متناول الجميع هقدم معاكم الشوربه وهوريكم شكلها ودي كانت شوربه الكريمه بالفراخ تحفة جدا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ياريت تدعموني بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناة واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة واسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته